عمرك تخيلت انك ممكن تتحمم بمياه بتحتوي على براز بشري؟ اكيد لا، الا اذا كنت عم بتمثل بفيلم خيال علمي او فيلم رعب من انتاج هوليوود. لكن بلبنان ما في شيء مستحيل، ويلي منشوفه على شاشات السينما صار في يكون جزء من يومياتنا. براز بشري بمياه حر تحريك، عنوان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لنتائج تحليل أجراء أحد المواطنين بمختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والنتيجة كانت كارثية. المياه بتحتوي على نسبة عالية من الجراثيم وما بتصلح للاستخدام. تلفزيون نشرة تابع القضية واتصل برئيس بلدية حر تحريك للاستفسار عن الإجراءات اللي أخذتها البلدية. نحن باختصار بعد التواصل مع شركة مياه بيروت جبل لبنان مع المدير العام، كمان تفاجأ مثل ما نحن تفاجأنا وأعلن أنه هو كل المياه الصادرة من مياه بيروت جبل لبنان تفحص أسبوعيا إذا ما كنا منقول يوميا. مع هذا وكله اليوم أخذوا كمان عينات وطلعت سليمة. الأرجح الموضوع المياه الآثمة تكون من البير نفسه ومحصورة فقط بمطرح ما انحكى. مع هذا وكله نحن كبلدية أخذنا اليوم 4 عينات من المنطقة ذاتها من أبيرة، كمان لنشوف إذا المنطقة كلها فيها أمور ملوثة أو لا، يعني بتطلع النتائج إن شاء الله يومين. أي خلل بصير ببناية، مع إنه مش من مسؤوليتنا، من مسؤولية شركة المي، نحن جاهزين لنا، أو من مسؤولية أوقات البناية المعنية، بس نحن لرفع الضرر ومن باب المسؤولية المعنوية نحن جاهزين لنعمل. وللمزيد من الاستفسار حول هالموضوع توجهنا لجمعية المستهلك، وهونيك كانت المفاجأة. واخر 2014 قمنا بفحص لأكثر من 100 عينة شملت بيروت والضاحية الجنوبية، يعني عم نحكي بيروت الكبرى، وتبيلنا أنه أكثرية العينات هي ملوثة، يعني فوق 75% من العينات هي ملوثة تلوث جرثومي. وحطينا هيد النتائج بعهدة المعنيين، يعني عم نحكي عن وزارات وعم نحكي عن بلديات، وما حدا عمل شيء. نحن أخذنا مثلا من منطقة الشياح، أخذنا رح نحكي 3 عينات طلع عندي تلوث جرثومي وكيميائي. منطقة الغبيري طلع فيه البعض منا عنده تلوث جرثومي. عندنا منطقة رح احكيك انا بمنطقة الضاحية الجنوبية شوي فات كمان في عندي تلوث كفرشيما، في عندي التير وحي السلم. يعني للأسف شوف نحن عم نحكي بالمناطق اللي هي الأكثر اكتظاظا واللي أكثر فيها نسبة الناس الفقراء، فالفقير ما عليه إذا شرب مي ملوثة، هن ما عنده مشكلة، هن بيجيبوا مي معهم مصاري. وعن أسباب هالكم التلوث بالمياه بتقول دكتور نعمة، في أسباب مباشرة اللي هي أكيد في عنا مشكلة بشبكات المياه، شبكات توزيع المياه بعدها قديمة ومهترئة، وشبكات الصرف الصحي هي قريبة على شبكات المياه، فمن الممكن أنه تكون هيدي الشبكات ممكن تكون واصل المياه المبتذلة على مياه الشرب، الأمر الذي أدى إلى تلوث هذه المياه. وفي شغلة تانية اللي هي التعدي على الشبكات الدولية، يعني نحن بنعرف في بعض المناطق بيجي مواطن ما عم توصل لعنده المي، هو بقوم بنفسه أوكي بالتعدي على الشبكة وعلى الأسطال، وممكن يكون مثلا صار في تسرب من مية الشرب للمياه المبتذلة، وصلت المي أكيد بطبيعة الحال على البيوت. وفي عنا أكيد مشكلة التلوث الكبيرة اللي هي اختلاط المياه المبتذلة مع مياه الأبار، ونحن بنعرف أنه مصادر تغذية مياه ببيروت وبالضاحية الجنوبية هي الآبار، والآبار فيها مشكلة كتير كبيرة لأنه الأكترية هي تلوثت. يعني إذا بنحكي عن آبار منطقة الشويفات هي تقريبا إذا مش 90-95% منها ملوث، وهيدي نحن بالدراسات وبالأرقام. ليه بتتلوث مياه الآبار؟ لأنه نحن عم نكب زبالة بالطبيعة، نحن عم نرمي المياه المبتذلة بدون أي تكرير، وهيدي جريمة، هيدي جريمة لازم رح يتحاسبوا عليها المسؤولين لأنه عم بدمروا صحة الناس. نحن هيدا الحال اللي وصلنا له هو الأسوأ، الأسوأ وأكثر من وقت الحرب. بالحرب كانت المياه أشرف وأنظف من الوضع اللي نحن هلأ فيه. حملنا التقرير وتوجهنا لنائب منطقة جبل لبنان دكتور فادي علامة على أمل يفيدنا بأسباب هالتقصير. فعلنا تقرير صادر عن جمعية المستهلك بلبنان نعم. 2014، ما بعرف إذا حضرتك اطلعت عليه، ممكن ما بعرف. ما شفته. عن نتائج فحوصات مياه الشرب في بيروت الكبرى، يعني بيروت وضواحيها، يعني إذا ممكن
في مصيبة هذا من 2014 هؤلاء اللي جايين من من المايت الدولي مثل ما نسميها هذول بتخدم العيارات تبع تبع المباني ايه والايكولاي ايه ففي في مصيبة يعني اكيد في مصيبة 2014 اكيد في مصيبة المشكلة منا جديدة مزبوط يعني هي المشكلة قديمة واكيد من قبل 2014 هيدي المشكلة مزبوط كرمال هيك كان السؤال ليش ما بيتم التحرك يعني بظل وجود هيك تقارير يمكن التلكؤ بمعالجة هالوضع هيدا قد يكون عدم وجود ميزانية يمكن أو الشح اللي موجود اليوم بمالية الدولة اللي ما بيقدر يقوموا بمشاريع أو الكل ناطر أنه لنوصل لمشروع إنجاز السدود لأنه هذا رح يكون الحل الأمثل ما هو إذا صار عنا سدود والشبكة تبعنا مهترقة بعد ما عملنا شيء كمان منكون دكتور علامة كشف لنا أيضا أنه كتير من رؤساء البلديات على علم مسبق بقضية تلوث المياه المشكل موجود أنا بتصوري وإذا ستحكي مع أكثر من رئيس بلدية كمان اللي ما بحبوا يعلنوا عنه أنه عدد كبير من الأبار الموجودة عندهم أصلا ملوثة والمياه وشبكة المياه المهترئة كمان اللي عم توصل لعندهم هي قد تكون السبب وكمان فيها مشكل أما الحل فهو ببساطة نخصص هالقطاع كله سوا ونقسمه لشركات بتنتج شركات بتوزع وشركات تعمل صيانة قطاع خاص وبانتظار أيام الدولة بوجباتها وجه النائب عليه نصيحة أخيرة للبنانيين بنصح كل مواطن من هلأ ليصير الماي واصلة من الدولة وبكميات المطلوبة ويكون السدود انتهوا يعني بين 2019 و2022 انه اللي بيقدر وعنده قدره يركب نوع من السوفتنرز واللي يعني اللي بيركب على خزانات كل واحد منهم حتى يضمن انه اتليست هالمي اللي وصلت لعنده عم بيتم معالجتها على صعيد خاص وهذا اضافي لانه منه رخيص هذا ممكن يكون حل اليوم بس هذه كمان عم ترجع تدفع المواطن انت كلفة المي اللي عم يدفعه اوريدي مرتين اشتراك مي وشراء مي وهلا عم تقول له انت تدفع منك لتكرير المي عندك بقلب المبنى اللي انت عايش فيه لتضمن صحتك بس بالنهايه في صحته ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك